اللاعب في عرض الملعب ترى خطرة ترى بس يبعدها وضع الفوز الدقيق وضع عبد الله عبد الله شوف كل عبري قال لا ولا عبري ولا عبري ولا عبري ولا عبري ولا عبري قال 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 على هذه الصورة لنادي القادسية في لقاء سانتوس ومع لقاء سانتوس على ملاعب نادي أو على ملاعب ثانوية الشويح. في الوسط يلعب إيدو بلي 10، في الجناح اليمين جاير 7، والهجوم اللي يمه السندو عصفور. شو تعصفور ناحية اليمين؟ تسمع دوب إنما قدام حارس المرمى كرة بتروح وجاسم بشاركة تروح لعبد الحميد حماد. اسمع دوب شو تسلل حلوة الله جاسم يمينة حلوة والكل كلابة عشان يجي هل في جاسم حلوة حطها بالجول بيمينة بيلة حلوة بيلة تروح لحد سلطان عدوب يبعدها ويعليها العميد حشطي ويبعدها بيدة تروح ثانية بيلة مش تبقى جول 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 من بيلة جول سهل فعلا مرسوم أبريل بيلة ترجع عليه شطي يردها بفوزه ويحط بيليه في دقيقة 25 الجول الأول لفريق سانتوس البرازيلي. دلع عيسى حمد محمد طويلة قدام قاسم عدوب عبد الحميد حماد جول 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 حط جول حط جول جاسم جاسم جول جول فعلا جول كرة مرفوعة من عبد الله عيسى لعبد الله جاسم حط جول التعادل في دقيقة 30 الجول الأول لنادي القادسية. حلوة 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 من جاسم يعقوب من عبد الله عيسى جاسم يعقوب جول التعادل في الدقيقة 30. يا سلام يا سلام يا سلام يا جاسم يا سلام يا جاسم يا لاعب يلعب كرة طبيعية تصل بالكرة مو بلنتي مو ضربة جزاء إنما لما يردها متعمد ضربت بإيده من لم يشملي هاردك يا علي الشمري هاردك يا علي الشمري هاردك يا علي الشمري. بيسدد ولا يباصي والحكم يصفر يقول العب العب وقول قول عبد العزيز الهندي كاظمة. هلا 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 هاي الأقوال الحلوة اللي تونس، هذه أقوال حلوة يستمتع فيها الجمهور وحتى الخصم. شوف هو مستانس عادة شوفه 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 شلون تلف عبد العزيز الهندي شايت فوق الحائط البشري تحت العارضة. عبد العزيز الهندي حاليا وراها طب من القائم لدخل مرمى المنتخب اللبناني بسرعة هني إلى بشار 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 يحاول يتقدم ويعدي بشار يعدي بشار ويلعب له كرة مع خالد الداوود ولا بشار بشار الجول يا ولد أقول الولد أنا أقول الولد أقول الولدين وغزلتين يا بشار الله يا بشار جول 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 كويتي حلوة. عبد الله أسامة أسامة يلعبها ناحية حمد الصالح مرمى حمد كل الخلف حمد الصالح فرح قلبي فرح قلبي فرح قلبي مدرب حراس المرمى وبطل من أبطال أيضا دورات الخليج في حراس المرمى المجيد البناي أخصائي وسهر على راحة وسلامة اللاعبين محمد حسن الرسام راح يلعب الكورنر ومضى تقريبا 5 دقائق في عرض ملعب كرة رضا معرفة تطلعها عالية توصل إلى
حسر الشوط مره ثانيه في عرض الملعب سهله، ما حد يمسك اللاعب سند سيحان حارس مرمى يعني ما فازوا في المباراه اليوم. يعني كان مفاجاه الدوره فعلا، تلعب كره طويله قدام، تلعب كره عاليه، توصل عند سند سيحان، سند سيحان يطلعها يزيد خطره، يلعب مره يعطي بالجول، ترجع مره ثانيه يروح للهدف وبيطلعها. سند سيحان قلت لكم دائما بيشاركون معه، وغلطتها سند سيحان قاش قياس. قاش قياس في عرض الملعب، تلعب كره خطره الى دفاع جناح الشمال عادل خاني، عادل الى خورشيدي، خورشيدي الى علي بروين، بشوت صلحها، صلحها بشوت، شوت بالجول، سند سيحان يرمي نفسه عليها حلوه. واحد من الشراك طاري بشوت هذا المره هذه الى حسن نزري، حسن نزري فريق الايراني توصل عند روشان، كره مع مصلح روشان، يصلحها بشوت، بشوت صلحها بشوت، توصل قويه مش بزو حلوه، حلوه 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 من عادل خاني، باصاحه روشان عادل خاني انما سنة سيحان بيطير عليها حلوه. شوف الشوب البطيء، شوف الشوب البطيء، حسن روشان هو اللي باصاها، شوف كعبي كعبي بعطيها بكعبي باصاها حلوه، شوف النيابه من ورا بشوت، شوف بشوت انما يا سلام ايضا على جاسم على فتحي طبعا على جاسم كره ملعوبه توصل عند جاسم فتحي في لعب راسه يقطعها حصلها فوزي وشوت الله حلوة فوز ابراهيم بعد من شماله بعد من شمال فوز ابراهيم الكل كان يطالعها وين في بالجول فوز ابراهيم شاط اول شوته على البحرين وكان مزعزع بينه وبين نفسه انه ما يشوت الى فوزي الى جاسم يعقوب كعبريلا الى فوزي فوزي بيعدي طلع عرضية خلص خلص الله مره ثانيه خلص جول مره ثانيه جول الله عاملين كأس الأمير ورايحين إلى نادي الفيحيل. كرة اللعب توصل، كرة اللعب توصل، كرة اللعب وتوصل، جول 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 لا 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 وصل 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 كأس الأمير وصل 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 كأس الأمير وصل وصل كأس الأمير حمد حربي حمد حربي حمد حربي شوف الهجري 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 شوف حمد حربي شوف حمد حربي شوف حمد حربي شوف يلا يا حمد الهويدي ها ها برافو برافو يا حمد برافو يا حمد الصالح حلوه تسقيطه حلوه تسقيطه داخل المرمى حلوه اللي حمد الصالح خدع فيها المدافعين وحارس المرمى كره لاعبه تسقيطه داخل المرمى في الدقيقه 31 في الدقيقه 31 ايضا حمد الصالح في وصول الى المرمى في اكثر من هجمه. الشوط الثاني نطلب ايضا من اللاعبين العشره يتغيروا في الشوط الثاني افضل وملعوبه جول 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 نطلب منك جول ما نطلب جول حلوه يا وبران والخضري الخضري هو اللي رافعها الظهر ولا وبران عبد الله وبران والخضري هم اللي لاعبين الكره وعبد الله وبران شوف 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 وبران لعبها الى الخضري الخضري رفعها احلى احلى الى حمد الصالح وين وين كره ملعوبه لكاظمه وصل الى بدر حجي شوت جول خلاص الحجي ايمن الحسيني بينية خلفية بدر حجي بدر حجي بدر حجي جول جول بدر حجي إلى حمد عبد الرحمن يهيئها لبدر حجي شايط جول 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 اثنين ضد اثنين رومان رومان مع صالح مع بدر حجي الجهة الثانية بدر حجي توصل إلى بدر الزاوية البعيدة كانت فاضية وفاضية الزاوية البعيدة وحطها ويحطها من الزاوية البعيدة حجي رايح لها وبعدي بدر حجي كرة مع بدر حجي بيلعب بدر حجي كرة خطرة خطرة بيطلعها وخطرة وجول وجول
بدر حجي صنح 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 وفواز مرزوق فواز مرزوق فواز مرزوق فواز مرزوق بدر حجي صنح صنح شوف 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 فواز شوف فواز وفواز على محمد ابراهيم تلعب الكره حميد العسعوسي اول لمسه له وملعوبه وخطره لكن يغطي محمد ميان يغطي وخطره ملعوبه بدر حجي تلعبها جول جول بدر حجي لعبها وعدت وما قدر يحصل عليها والهدف الاول مروي محمد مبارك عادل يوسف وعلي عبد الرضا كره ملعوبه تلعب جول الثاني جمال الثاني جمال مبارك جمال مبارك من ركنية ويكملها هذا جمال مبارك الهدف الثاني في دقيقة 19 الهدف الثاني جمال مبارك يحط الهدف الثاني لمنتخب الكويت الوطني وفرحة للشيخ أحمد الفهد رئيس الوفد جمال مبارك في الدقيقة 19 المدافع يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 19 شوف البطيء شوف هذا وهذا جمال براسه وتسديداته من خارج المنطقة يكون هو الأخطر والكرة الثانية تلعب ضربة ركنية تصل مرة ثانية جول جمال مبارك الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني جمال ويسجل من امام الحكم السعودي الهدف الثاني جمال مبارك في 22 شوف 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 هذا جمال وهذا